ازيكم يا جماعة، معاكم نرد الانمي الفصل الثالث من مانجا فيرسس المانجا الجديدة اللي عملها الكاتب وان، اللي هو كاتب وان بانش مان وكاتب موب سايكو. حرفيا احنا لسه في اول ثلاث شابترات بس، اول ثلاث فصول، ولكن بتشوف ان الاحداث اوريدي مميزة جدا، وبتشوف ان بدأنا نحس بمود معين واحنا بنقرأ المانجا دي. حرفيا المانجا اثبتت نفسها في بدايتها خالص، واحنا لسه الاحداث اصلا بتبني نفسها، ولسه الاحداث الكبيرة هتحصل بعدين. وفي الفصل الثالث بتشوف ان الاحداث مختلفة تماما عن الفصل الاول والتاني. الفصل الثالث بتشوف ان خلاص القصة بتتكلم عن عوالم مختلفة جدا اجتمعوا في عالم واحد، وكل عالم ليه عدو طبيعي مختلف عن العالم التاني، فبالتالي بتشوف وحوش مختلفة جدا، بتشوف زومبي، بنشوف كودزيلا في الشابتر الثالث، بتشوف حاجات مختلفة جدا، وفي نفس الوقت بتشوف بشر ولكن بأنواع مختلفة جدا، في من العصر الحجري، في من المستقبل، في اللي بيستخدم السحر، أشكال مختلفة جدا، والعالم ده هيبقى مميز جدا أنا متأكد. فخلينا نبدأ بمراجعة الفصل الثالث. خلينا نفتكر في الأول إيه الأحداث بتاعت القصة وإيه اللي وصلنا ليه في أول فصلين. طبعا في الأول إحنا كنا عارفين إن في 47 بطل في العالم الحقيقي بتاعنا دلوقتي بيحاربوا 47 شيطان، والشياطين هم الاعداء الطبيعيين المفروض لغايه دلوقتي للبشر اللي موجودين في العالم ده. فبالتالي بتشوف ان في ابطال وفي حاجه اسمها صحراء. الصحراء حبوا يعملوا حاجه عشان يحاولوا يحاربوا الشياطين دول، ان هم يستدعوا ناس يجوا يساعدوهم ان هم يحاربوا الشياطين دول. عندنا الشخصيه الرئيسيه اللي اسمه هالو، اللي شفناه اتوقع بيحارب شيطان 13 وايده اتقطعت في اول شابتر، وعندنا اخوه الشخصية المهمة جدا اللي اسمه زايبي اتوقع، وهو اللي سبب كل الفوضى دي من خلال استدعائه لبشر من عوالم تانية. في الاول استدعوا بشر متطورين كده، والاعداء الطبيعيين بتوعهم هم الروبوتات، وشفنا ان كان في حرب ما بين الشياطين والروبوتات في الفصل التاني، ودلوقتي استكشفنا بقى ان اللي عمله زايبي ده سبب في اندماج العوالم المختلفة مع بعض. فبالتالي بدأنا نشوف بقى انواع مختلفة من الاشرار واشكال مختلفة من البشر في نفس العالم اللي احنا فيه، اللي هو العالم الاساسي بتاع الابطال والشياطين. بنبدا بقى الفصل الثالث، وبتشوف اشكال مختلفه لاماكن مختلفه جدا، بتشوف صحراء وشويه نباتات غريبه، بتشوف مكان زي الزومبيز كده وفطريات في كل مكان، وبتشوف سياره، يعني العالم ده المفروض يكون متطور شويه، بتشوف عالم تاني وشكله في عصر قديم جدا والناس ميتين بشكل بشع جدا حرفيا، بتشوف عالم تاني وهو متطور وتحسه من المستقبل. حرفيا المانجا دي هتبقى مميزة جدا. تشوف ان كل الحاجات دي مندمجة مع بعض بشكل فوضوي جدا في عالم واحد. حرفيا الشلة بتاعتنا بيتنقلوا من خلال القدرة السحرية بتاعت زايبي ده، وبيشوفوا ان فعلا في عوالم جديدة اختلطت مع بعض في المكان اللي كانوا فيه. فعلا زايبي هنا بيقول ان احتمالية ان احنا نتوه في العالم ده حرفيا كبيرة جدا، فبالتالي الوسيلة الوحيدة اللي تضمن ان احنا نرجع للبيس او نرجع للمقر بتاعنا الاساسي هو من خلال القدرة السحرية اللي انا عاملها، اللي هي قدرة التنقل والكلام اللي شفناه ده. بتشوف ان هالو بيفتكر الحوار اللي حصل ما بينه وما بين زايبي، وان هو بيقول ان فعلا كل العوالم دول اندمجوا مع بعض في المكان ده بسبب القدرة بتاعته، ولكن مع ذلك كل اللي شايفينهم دول برضه بيعانوا من نفس المشكلة بالظبط. كل اللي احنا شايفينهم دول برضو عندهم مشكلة مع اعدائهم الطبيعيين المختلفين بقى. فشفنا ان زايبي وكايلا قرروا ان هم يعملوا مجموعة ويبحثوا في العالم ده وينقذوا البشر اللي من العوالم المختلفة اللي ضايعين في المكان ده، وينقذوه من الوحوش وكل الكلام. وهنا بدأنا نستكشف شخصية هالو اكتر واكتر، وبدأت تتضح لينا ملامحه النفسية. شفنا ان هو مش قادر يتقبل نفسه ابدا، وبيقول انا لازم اجي معاك ولازم احمي، لان هدف حياتي في الاول اصلا ان انا اقضي على الشياطين الموجودين في العالم، فبالتالي 100% لازم اكون جزء من المجموعة دي واستكشف معاكم كل الكلام ده. في الاول زايبي ما كانش موافق، ولكن بعدين خدوا معاه، ودلوقتي هم في رحلتهم ان هم يستكشفوا العالم الغريب. في الاول خالص هم ماشيين في امان الله كده، بتظهر مخلوقات غريبة من تحت الارض وبتجي لهم مرة واحدة، كانوا هيبدأوا يهجموا عليهم، ولكن على طول بيستشعروا ان في حاجة مختلفة الوحوش دول، فاول ما بيستشعروا الشيء ده بيرجعوا تاني. بيستشعروا ايه بقى؟ بيستشعروا ان في جودزيلا ضخمة جدا في العالم ده، حرفيا جودزيلا كبيرة شفنا بس ظهرها كده، وهم الوحوش اللي ظهروا لينا خافوا منها فبالتالي نزلوا تحت. بتشوفها ان هالو بيشك ان في بشري من بعيد كده ورايح عشان ينقذه، فبيروحوا ويشوفوا مين الاخ ده، ولكن المفاجأة الكبيرة
وحش غريب جدا بتصميم غريب بيظهر كده وبيلف وشه، وبنشوف ان هو كان بياكل بشري. حرفيا مشهد قاسي ومفاجئ جدا، بتشوف ان الوحش ده غريب جدا وبيجي يكلمهم وبيقول لهم مزيد من اللحم وهيجي ياكلهم حرفيا. لا وده كمان في بشر مساكين كمان كانوا ممكن يموتوا من الوحش ده، فبالتالي بنشوف ان هالو بيتعصب هنا وبيقرر انه لازم ينقذهم. هالو بيكبح نفسه وبيقدر يصد الهجمة بتاعت الوحش الغريب ده، وعلى طول بتشوف ان اخوه زيبي بيستخدم قدرة سحرية غريبة بحيث ان يخلي الوحش ده ما يقدرش يشوف اللي قدامه. بينقذوهم فعلا، ولكن بتشوف ان الوحش ده حرفيا بنفخة هوا بس من بقه شال القدرة السحرية دي وطالع يجري وراهم بمشهد غريب جدا. بيفضلوا يجروا لغاية ما يشوفوا ان المكان مقطوع حرفيا ومش هيقدروا يوصلوا للمنطقة التانية. الوحش جاي يجري وراهم وخلاص قرب جدا، ولكن كايلا بتنقذ الموقف وبتعمل الحبل ده وكلهم بيقدروا يتنقلوا من المكان البعيد ده للمكان التاني. كانوا مفكرين في الاول ان خلاص الوحش ده مش هيقدر يجي لهم، ولكن بقفزة واحدة قدر انه يجي لهم فعلا. غريب بقى ان الوحش ده اول ما كان هيجي يهجم عليهم، شفنا ان الوحوش اللي ظهروا في الاول واستخبوا من الجودزيلا ظهروا مرة تانية على طول كده وراحوا يهجموا على الوحش ده. فالتحليل طبيعي ان ليه الوحوش دول هجموا على الوحش ده، حرفيا عشان هي دي طبيعتهم الاولية جدا. يعني بالظبط زي ما بيهجموا على البشر هم يقدروا يهجموا على وحوش تانية مش اقوى منهم. فده يأكد لينا زي ما شفنا في الفصل التاني الروبوتات كانت ضد الشياطين، دلوقتي حرفيا نقدر نشوف ان كل الوحوش ممكن تحصل حرب فوضوية ما بينهم من غير تدخل البشر اصلا. بتشوف ان الوحش الغريب ده بيقاوم كل الكائنات الغريبة دي، ولكن بيظهر كائن بقى واحد منهم تحسه كبير شوية وبيهجم عليه هجمة قاضية جدا، ولكن الموضوع ده انقذهم وخلى الوحش ده يكون مشغول معاهم وبيقدروا يهربوا ويطلعوا يجروا من الوحش ده. وخلاص دلوقتي حرفيا نجوا وانقذوا التلات اشخاص دول اللي كانوا ممكن يموتوا من الوحش الغريب. بتشوف ان زيبي هنا بيقول احنا كل الجهد ده حرفيا عشان ننقذ ثلاثة بس، ده الموضوع هيبقى مستحيل حرفيا في الايام الجديدة. ولكن شفنا ان الطفل الصغير اللي انقذوه بيقول ان في بشر هناك روحوا وانقذوهم، واول واحد بيستجيب للنداء هو هالو. زي ما قلت لكم شخصية هالو هو اكتر شخصية متحمسة، ويعني تحسه اكتر واحد في قابلية انه يكون البطل الاساسي بتاع القصة دي حرفيا. فبتشوفهم بقى بيحاربوا نباتات حرفيا، بتشوفهم بيحاربوا زومبيز زي ما قلت لكم في الفصل اللي فات شفنا زومبيز، حرفيا الموضوع هيبقى مثير جدا. بيحاربوا الصفة الفضائية الغريبة دي واللي هيكونوا فضائيين طبعا. بتشوفهم بقى خلاص انقذوا ناس كتير من عوالم مختلفة زي ما شفنا، ورجعوا للبيس الاساسي بتاعهم او المقر الاساسي بتاعهم من خلال البوابة بتاعت زايبي. وبتشوفهم ان هما بدل ما ينقذوا ثلاثة انقذوا 12 شخص حرفيا. بيرجعوا بقى حرفيا وهم خلاص بذلوا اقصى ما عندهم وحرفيا تعبانين جدا، ولكن بتشوف مفاجأة تانية جديدة. بتشوف ان الملك بتاع العالم اللي احنا عايشين فيه اللي شفناه في الفصل الاول اللي جمع 47 بطل اصلا، بتشوف ان هو عنده مرض غريب جدا. الاطباء او الصحراء اللي بيستخدموا القدرة العلاجية بيقولوا ان المرض اللي عنده ده مرض مش بيتعالج، وغالبا المرض ده غريب وجي من عالم تاني. فكده الموضوع مش هيبقى عبارة عن الوحوش بس اللي بيجوا من العوالم التانية، ده حتى الامراض بتاعت العوالم التانية هيجوا في العالم ده. بتشوف بقى ان الخوف بيبدأ يتضاعف اكتر واكتر، والناس بدأت تقول خلاص دلوقتي الوحوش في كل مكان. وشفنا باني المساعد الجني بتاع هالو بيقول مفيش مفر حرفيا، كده كده هنكون في نفس المشاكل. ولكن شفنا هالو هو بيكلم نفسه بيقول هو فعلا الوحوش موجودين في كل مكان، وحوش اقوى منا بكتير، واحنا اصلا ما نملكش ابدا المقدرة ان احنا نبقى اقوى منهم. ولكن مع ذلك لما واجهناهم حرفيا واجهناهم، ولكن قدرنا ان احنا نواجههم ونفضل عايشين. اي نعم شفنا في الفصل اللي فات ان في واحد مات من الشياطين وكان في شوية ضحايا كل فين وفين، ولكن ده طبعا ما يمنعش ان فعلا هم قدروا انه ينقذوا كتير من المواقف، ينقذوا بشر، ينقذوا نفسهم اصلا. فنوعا ما هالو بدأ يفكر هنا ان ممكن يكون لا في حل، في اسلوب مختلف لو اتجمعنا كلنا مع بعض وبدأنا نحاول نحل المشكلة دي. ولكن وهالو قاعد بيكلم نفسه كده بتشوف ان على طول اخوه زيبي بيقرر ان هو يعمل اجتماع، حرفيا اجتماع لكل البشر من العوالم التانية عشان يبدأوا يحللوا الموقف، يبدأوا يحاولوا ازاي هنحل المعضلة دي. احنا بحاجة فعلا الى معلومات اكتر، وبحاجة لان احنا نعرف احنا ممكن نواجه مين ومنواجهش مين، ومحتاجين معلومات اكتر بكل بساطة. فبتشوف بقى ان هما حرفيا بيعملوا الاجتماع
الاجتماع ده وبنشوف منظر للطاولة الكبيرة وفيها نوع ما أشياء، ولكن من عوالم وأزمنة مختلفة. بتشوف اللي فيه متطور، بتشوف خريطة قديمة، بتشوف كتب متطورة، حاجات مختلفة جدا بتدل إن البشر دول عندهم تنوع كبير جدا. آخر بانل في الشابتر ده بتشوف شوت للاجتماع اللي مليان بشر ولكن بأنواع مختلفة. خلينا نقول تشوف زي عمالقة كده ولكن من العصر الحجري، بتشوف واحد لابس قناع، بتشوف واحد زي مغامر جاي من ميدان أبيس، بتشوف أقزام، بتشوف زي صحراء، بتشوف المتطورين اللي احنا عارفينهم. وزي بيقول هنا اتجمع كل البشر من العوالم المختلفة، احنا مش عارفين ايه اخلاقياتهم ولا ايه الخلفية بتاعتهم ولا بيفكروا ازاي ولا بيعملوا ايه، ولكن مع ذلك لازم نجتمع مع بعض عشان نقدر نتخطى المعضلة والمشكلة الكبيرة دي. حرفيا انا مستمتع جدا، المانجا مثيرة جدا وفيها اجواء مختلفة ومتعة حرفيا. اي نعم هي كل شهر، ولكن كل شهر بيجي شابتر دسم شوية وفي احداث كتيرة بنستمتع بيه جدا، وانا منتظر الشابتر الجديد. يعني حرفيا انا عايز اقرأ الشابتر الجديد دلوقتي، عايز اعرف ازاي هيتناقشوا مع بعض، ازاي هيتكلموا مع بعض، الشخصيات المختلفة هتبقى ازاي، ايه النتائج اللي ممكن يوصلوا لها، ايه الحاجات اللي ممكن يعملوها. حرفيا دلوقتي زي ما شفنا العوالم كلها مخلوطة مع بعض، وكل الوحوش اللي من العوالم المختلفة مع الشياطين اللي كانوا موجودين في العالم بتاعنا دلوقتي حرفيا متجمعين في غابة واحدة فوضوية جدا دلوقتي. الوحوش دول ممكن يحاربوا بعض، ممكن يحاربوا البشر، والعالم فوضوي بشكل غريب جدا والدمار بيكبر كل شوية، ولكن ما نعرفش ايه اللي ممكن يحصل دلوقتي، ايه التحالفات اللي ممكن تحصل مع عوالم مختلفة. حاسس برضو ان ممكن تحصل تحالفات مع وحوش من العوالم التانية بغرض ان هم ينقذوهم من وحوش تانية موجودين في العالم ده، يعني التحالفات هتبقى مختلفة جدا. مش قادر برضو اعرف المود العام هيبقى ازاي، الحرب هتبقى ازاي، ولا الاحداث هتاخد مجريات بشكل ايه بالظبط. فحرفيا ده شيء جميل جدا ان الواحد ما يبقاش عارف ايه اللي هيحصل في فصل جديد، ما يبقاش عارف القصة دي ازاي الكاتب هيسيطر عليها، رغم ان شفنا في تنوع شخصيات كتير جدا ووحوش مختلفة، الجودزيلا والزومبي، النباتات والشياطين والروبوتات، حاجات مختلفة جدا. فازاي الكاتب هيحتوي كل الكلام ده بشكل كويس مش عارف، ولكن خلينا ننتظر. واحنا طبعا متأكدين من اسلوب كتابة وان هيكون مختلف جدا. زي بالظبط في الفصل الاول القصة كانت ماشية في متجه عادي جدا، ولكن بعدين القصة خدت منعطفات تانية، ومية في المية في الفصول الجديدة هنشوف منعطفات اكتر واكتر بكتير. فمستني رأيكم في الكومنتات، ايه رأيكم مع المانجا دي؟ لو ما قريتوش الشابتر موجود باللغة الانجليزية، ما عرفش اترجم بالعربي دلوقتي ولا لا، ولكن اكتبوا versus chapter 3 في جوجل وهتلاقوه في كل مكان اصلا. فايه رأيكم في الاحداث؟ ايه تنبؤاتكم للقصة بعدين؟ هل القصة دي حرفيا تتوقعوا ان هي بالنسبة لكم هتبقى نفس موب سايكو وان بانش مان، ولا ايه توقعاتكم للقصة دي؟ مستني رأيكم كلكم في الكومنتات. وبس يا جماعة ما تنسوش كالعادة طبعا اللايك شير سبسكرايب، الكلام ده بيفرق جدا يا جماعة في نشر المحتوى وفي القناة عامة، فما تنسوناش من الكلام الجميل ده. وبس يا جماعة كان معاكم نرد الانمي.